يتواصل التحصيل السلبي للحمراوي بعنينهم، فالأزمة التي يعيشها الفريق أعمق ومتشعبة، والحل لن يكون في القريب العاجل. فلا مدرب مهما كانت قيمته ودهائه بإمكانه النجاح في ظل هذه الظروف. تعطل المولودية أمام الوفاق الصيفي رغم الغيابات المؤثرة في تعداد أبناء الفوارة، فلا جابو ولا بدران ولا فرحاني ولا رضواني أثروا على المردود العام أمام الحمراوي والذي لعبوا لأكثر من 50 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد آيتو عمر بعد ملاسنات مع مساعد الحكم. نقص عددي استغله الطوسي بالضغط المرتفع بإقحام كل من بقلمونة ولا كروم. كوتشينغ مكن الزوار من زيارة شباك مع زوزي في وقت بدأت بطاريات زملاء مكاوي من النفاد. رغم إقحام كل من شيبان وفريفل إلا أن التحضير البدني الممتاز لزملاء بدران فصل في النتيجة، لينتهي اللقاء في روح رياضية عالية وتجاوب كبير بين أبناء الفوارة والحمراوة. وفي الأخير وجب أن نشير أن الكثير من الحمراوة خرجوا غير راضين لا على الأداء ولا على النتيجة، فهل من حل عاجل لأزمة قد طالت وقد تأدي على اليابس والأخضر؟ حمزة معلش توضح لنا خويا الرأي اللي سيبقى باش يعرفوا شو صراني هدرت له باللي كان تاكسيون نورمال، هدرنا مع نادي قال لي ان تريك هذا ما كان، قال لي ان تريك لي لاخر سي نورمال، انا بعد نرجع تقبلت واش قال لك بياسر ما نتقبلش. انا ثاني مبريباري الماتش واللي جوار تاع الاخر يبريباريو الماتش، بصح هذا سي اور فوتبول، جيت بروفوكيني بعد انا تقول لي انت اللي قلت ولا قلت ايه على ما كان قريب من اللقطه وكان ما كانش قريب من اللقطه الاخر اللي قال ما كانش قريب من اللقطه ما كانش قريب سي نورمال دوك هما بيناتهم يترافدوا ودوك انا لا ريسبونسابيليتي انا نديها هذا ما كان دوك حوس يدور الغاشي يدور قاعد الجزائر حسيت روحك مظلوم اليوم بيان سير حسيت روحي مظلوم بيان سير كنت نلعب ما عندي مشكل لا مع وفاق سطيف لا مع الغاشي تاعنا لا كنا نلعبوا نورمالمون والماتش كان يتجوز في روح رياضيه ما كان لا باكار اونتر لي جوار لا والو فسد الماتش وخلاص قال لي كهدرت معاه قال لي علاش تريكلامي على البينالتي ريكلامي ورا المشكل قال لي ريكلامي سي نورمال دي فاكسيون تقلب تقاسى بيدو قال ما كاش بينالتي ولا كاين كاين كاميرا ويا دي سبيسياليست هذا ما كان ما فيها حتى مشكل هو اللي دار هكاك و انا نخليه معلك حسبي الله ونعم الوكيل هذا ما كان باسكو انا دوك يمرضني يمرض لونتوراج تاعي يمرض دارنا هذا ما انا دوك هما مع الشعب يقول لك ايتو عمر دار توجور اسيوم انا غدوه نجي نونتريني ونجي ندرب ونتحمل المسؤوليه تاعي باسكو على بالي قسما بالله ما ظلمتو هذا ما كان دارها ما نعرف على زكاره ولا ما على باليش هذا ما كيما هما تاني بريباريو ولا ما حنا تاني سمعنا وحنا مبريباريو ودرنا دي كونسيسيون درنا دي ساكريفيس على في سد الماتش هذا ما كان هذا الفوتبول تربح وتخسر على في سد الماتش على بريسيزامون انايا على بريسيزامون ايتو عمر على ليكيب كاع ما كاش كاين غير ايتو عمر خليه معنا راني قلت له حسبي الله ونعم الوكيل راني قلت له باسكو هادو سي با ان جوج سي با ان جوج تاع 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 انجستيس ولا الاخر حنا تا نهضر وحنا كي با برون نوت ديفونس انا نحي الماتش من كلش نحي الريزولتا على في ست الماتش على حاسب روحك واسمو كاع تو الموند في ديزير على جاي تقول لي بلي لا بريمير فوا بلي اربيت سب جوار الجوار رجع له حبيتي تدخلي له في راسي بلي سي لا بريمير فوا ماشي لا بريمير فوا يسمعوا بير يسمعوا بير وقدامنا واحد ما يهضر يسمعوا بير سي سيرمون يا في ان تريك اون ابي لو ماتش قلنا لو ماتش يلعب سو 90 مينوت قلنا اون ميساي سيت ايكيب دو ستيف كي ريفيان دو فواياج وباتي بو لو ماتش و ان سي سويت قلنا اون با جيري لا بريمير مي دون لا دوزيام مي دون اون با فير اون با فوار دي شونجمون ولا و سا سرا بلو فاسيل كو لا بريمير مي دون مالوريزمون جاتنا مرقلنا هيدا عمر خصنا تسمى بريسك على كاك ونيتي اوبليجي دو ريفونير ديريير اتوندر لا غالي وي جي في ميم دي ديكلاراسيون دي جوار عايز يقول لك بوتون سيت ان جوار الى سرا ان جوار يقول لك مرحبا بالعتم بالعتم خويا وحبيبي وشمت الوزاني و تو لي زونترينور اون دي كولير اون دي فرير مرحبا باي انسان وقلتها وشاط نقولها le staff roc ne peut plus comme avant un entraîneur il fait tout donc élargi fait sept six bonhommes mais dis-je marhaba bih وانا ما جنبش با ما عندنا جي جامي ديكلاري بلي انا سو كونترول لا شاو لا كيما يقولوا لا خاطر دابا كونتيزاسيون دا الشيء فوالا توشي توشي دو كوتي ا نيفو دو نوار اي نيفو دو ستاف دا
حدايا ميم ستاف معايا يسقسي اسكو غادي يديروا ولا يجيبوا فلان وانا زعما كان جيسي باش نخدمش لو دو كوتي يقول لهم ودي بيعوا هاد اللي يديروا من راسكم ايساي دو ترافاي يخدموا واللي جا مرحبا به وفي كولا جيري هذا هو اليوم راك هنا راك مش بباليستك هذا هو تربح تربح ما عندكش هذه انا جو جامي كريتيكي ان اربيت سا سي ان اربيت كي ا ليكسبيريونس عرف كي سي المقابل انا لعبنا كونتر اربيت اليوم بريسك Il y avait beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup d'avantages des hommes, bida directement sur ce bâche. Il a provoqué certaines intermédiaires. Mais même Goulou l'arbitre. On reste toujours dans le football. C'est une défaite. Quand une équipe de City, on doit l'accepter. Même Kablo, la défaite, le but, la victoire. فوزان فوزان ملعودو في البطوله خصوصا راه ماشي ساهله راه كتلعب على اربع تواجيات انت شتي لاعبين انا قلت لك التنقلات المباريات مسترسله فاكيد بان خص يكونوا عندنا يعني لينير ديالنا يكونوا دينير طاسي والحمد لله شفتوا الشخصيه ديال الفرق كيفاش بنت مازال خصنا نخدموا تنقول خصنا نخليو جينا في الارض لانه مازال خصنا نشتموا الفعاليه لان الفعاليه في الهجوم هي اللي غتجيب لنا التاهل النهائي ان شاء الله في الكوب الدوري سي ديفيسيل باش تربح في زابانا مع ان غران كيك ديما كيما لامسيو ما يخفاش عليك بالك الحظ ما كانش معاهم اليوم حنا كنا بيان كونسونطرين حاطين البالون على بالي بلي هذاك التعب اللي كان علينا باسكو هربنا على الشامبيونا كان عندنا هذا لي موان باش نعاودو ريكيبيرو باش نبداو في الموضوع الحمد لله عليه الطلبه غاليه وغادي نخلينا في الكوب كيف بغيتي تروح في وقت لا الحمد لله يا ربي وفاق الصيف فريق عريق وتاع القاب الحمد لله يا ربي شغل وفروا لي كلش مام صحابي وفروا لنا كلش باش يكونوا باش يقدم اداء جميل الحمد لله يا ربي مازال كونتينيو في شكرا بارك الله فيك الحمد لله اليوم وين ربي وفقنا وعدنا في ثلاث نقاط نشكر اولا اللاعبين اللي ادوا مقابله في المستوى الحمد لله وين هذه الثلاث نقاط يخلونا نرجعوا لسلم ترتيب الشارع زغبا اليوم نظن الدعوه للمنتخب الوطني كانت ميريتي واش قلنا على هذا الاختيار والله الانسان يزيد يخمم هكذا يزيد يخدم بها ان شاء الله بالعمل الاخر ان شاء الله الانسان يكون